ثم أن العهد الأول كانت له أيضا أنظمة للخدمة وقدس أرضي، لأن خيمة العبادة أعد فيها الغرفة الأولى التي يقال لها القدس، التي كانت فيها المنارة والمائدة وخبز التقدمة، ثم وراء حجاب ثاني الخيمة التي تدعى قدس الأقداس، فيها مبخرة ذهبية وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أنبتت ولوحاء العهد، وفوقه كاروب المجد مظللين غطاء التابوت المدعو كرسي الرحمة. وهذه أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. هذه الأمور كانت مرتبة هكذا، حيث يدخل الكهنة دائما إلى الغرفة الأولى ليخدموا، وأما إلى الغرفة الثانية فيدخل رئيس الكهنة فقط مرة في السنة، لكن ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن أخطاء ارتكبها الشعب وعن جهل. بهذا كان الروح القدس يعلن أن الطريق إلى الأقداس الحقيقية لم يعلن بعد، لأن خيمة العبادة الأولى قائمة فهي رمز للوقت الحاضر، وفيها تقدم تقدمات وذبائح لا يمكن أن تجعل الذي يخدم كاملا بحسب ضميره، لأنها تهتم فقط بأطعمة وأشربة وطقوس اغتسال مختلفة وأنظمة جسدية مفروضة إلى حين وقت الإصلاح. وأما المسيح فقد جاء رئيس كهنة لبركات كانت متوقعة بواسطة خيمة عبادة أعظم وأكثر كمالا غير مصنوعة بيد، أي ليس من هذه الخليقة، وبدمه هو وليس بدم تيوس وعجول دخل مرة واحدة إلى أقداس هذه الخيمة فحقق فداء أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يطهر لحم الجسد، فكم بالأحرى دم المسيح الذي بروح أزلي قدم ذاته بلا عيب ليهوى يطهر ضمائرنا من أعمال ميتة لنخدم يهوى الحي. ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد، لأن موته صار للفداء من تعديات العهد الأول لكي ينال المدعوون وعد الميراث الأبدي، لأن الوصية يلزمها إثبات موت الموصي، فالوصية فاعليتها على الموتى ولا قوة لها ما دام الموصي حيا. حتى العهد الأول لم يكرس بلا دم، لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب التوراة أخذ دم عجول وتيوس مع ماء ورشه بصوف قرمزي ونبات زوفة على الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا: هذا هو دم العهد الذي أوصاكم يهوى به. وخيمة العبادة أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم، فكل شيء تقريبا يتطهر حسب التوراة بالدم، ولا غفران إلا بسفك الدم. فكان يلزم أن تطهر أشباه الأقداس في السماوات بهذه الذبائح الحيوانية، وأما الأقداس السماوية ذاتها فبذبائح أفضل من هذه. فالمسيح لم يدخل إلى أقداس أشباه الحقيقة مصنوعة بيد، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن في حضرة يهوى لأجلنا، وهو لم يدخل ليقدم ذاته مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم غيره، وإلا كان يجب أن يتألم المسيح مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد ظهر مرة عند انتهاء الأزمنة ليبطل الخطية بذبيحة ذاته. وكما وضع على البشر أن يموتوا مرة واحدة ثم بعد ذلك المحاكمة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية من أجل خلاص الذين ينتظرونه. لأن التوراة هي ظل الخيرات الآتية لا حقيقتها، لم تقدر أن تحقق الكمال لمن يقدمون دائما نفس الذبائح السنوية، وإلا فلماذا لم تتوقف التقدمات من أجل الخادمين إذا كانوا قد تطهروا من ضمير الخطايا بعد مرة واحدة؟ على العكس، فكل سنة تذكرهم بخطاياهم، لأنه لا يمكن لدم ثيران وتيوس أن يزيل الخطايا. لذلك عند دخول المسيح إلى العالم يقول: ذبيحة وتقدمة لم ترد، ولكن أعددت لي جسما بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر، فقلت: ها أنا آتي لأفعل مشيئتك يا يهوى بحسب درج الكتاب المكتوب عني. إذ يقول سابقا: ذبيحة وتقدمة ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها، وهي التي تقدم حسب التوراة، ثم قال: ها أنا آتي لأفعل مشيئتك، فهو بهذا ينزع العهد الأول لكي يثبت العهد الثاني، وبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقدمة جسم يسوع المسيح مرة واحدة. وكل كاهن يخدم كل يوم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها
التي لا تستطيع إطلاقا أن تزيل الخطية. وأما المسيح فبعدما قدم ذبيحة واحدة عن الخطايا جلس إلى الأبد عن يمين يهوه، منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداءه موطئ قدميه، لأنه بتقدمة واحدة قد حقق الكمال المقدسين إلى الأبد. ويشهد لنا الروح القدس أيضا فقد قال سابقا: هذا هو العهد الذي أعهده معهم بعد تلك الأيام، يقول يهوه، أجعل توراتي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم، وأيضا لن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. وفي وجود غفران لا حاجة بعد لتقدمة عن الخطية. فإذ لنا أيها الإخوة والأخوات ثقة بالدخول إلى الأقداس السماوية بدم يسوع، حيث كرسه لنا طريقا جديدا حيا من خلال الحجاب أي جسمه، ولنا كاهن عظيم على بيت يهوه. لنتقدم إذن بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، وغاسلين جسمنا بماء نقي، ولنتمسك باعتراف رجائنا ثابتين، لأن الذي وعد أمين. ولنلاحظ بعضنا بعضا ولنحث على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما تعود بعضكم، بل واعظين بعضنا بعضا، وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقترب. فإنه إن أخطأنا باختيارنا رفض المسيح بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول حكم مخيف وغيرة نار عتيدة أن تلتهم المخالفين. فمن خالف توراة موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة، فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن يهوه وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. فإننا نعرف الذي قال للانتقام أنا أجازي، يقول يهوه، وأيضا يهوه يدين شعبه، مخيف هو الوقوع بين يدي يهوه الحي. لا تنسوا أبدا تلك الأيام الماضية التي فيها بعدما استنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة، من جهة تعرضتم للإهانات والمضايقات، ومن جهة اشتركتم مع الذين عوملوا هكذا، فقد تعاطفتم مع المسجونين كما تقبلتم نهب ممتلكاتكم بفرح، علما منكم بأن لكم ثروة أفضل وأبقى. إذن لا تتخلوا عن ثقتكم التي لها مكافأة عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة يهوه تنالون الوعد، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. أما البار فبالإيمان يحيا، وإن ارتد لا تسر به نفسي. وأما نحن فلسنا من أهل الارتداد للهلاك، بل من أهل الإيمان لحفظ النفس. وأما الإيمان فهو الثقة بما نترجاه واليقين بغير المرئي، فإنه بهذا شهد حسنا للقدماء. بالإيمان نفهم أن الكون تشكل بكلمة يهوه، حتى أن العالم المرئي لم يتكون من شيء منظور. بالإيمان قدم هابيل ليهوه ذبيحة أفضل من قايين، وبها شهد له أنه بار، إذ شهد يهوه لتقدماته. وبإيمانه لا يزال يتكلم حتى بعد الموت. بالإيمان انتقل أخنوخ فلم ير الموت، لم يوجد لأن يهوه نقله، وقبل نقله شهد له بأنه قد أرضى يهوه. فبدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب لمن يأتي إلى يهوه أن يؤمن أنه كائن وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، وبه حكم على العالم وصار وارثا للبر حسب إيمانه. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع، فخرج إلى المكان الذي سيرثه، خرج وهو لا يعلم إلى أين يتوجه. وبالإيمان تغرب في أرض الوعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الوعد عينيه، لأنه كان يتطلع للمدينة ذات الأساسات التي مصممها وبانيها يهوه. بالإيمان نالت سارة وهي عاقر قدرة على الإنجاب، وبعد سن الخصوبة ولدت، لأنها اعتبرت الذي وعد أمينا. وبهذا ولد من شخص واحد كان مثل ميت، نسلا ككثرة نجوم السماء ولا يعد كرمل شاطئ البحر. في الإيمان مات هؤلاء جميعا دون أن ينالوا الوعود، بل من بعيد رأوها وقبلوها واعترفوا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. والذين يقولون هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا قد تذكروا من أين خرجوا لكان لهم فرصة للرجوع، ولكنهم الآن يتطلعون إلى وطن أفضل أي سماوي،
لذلك لا يستحي يهوه أن يدعى إلههم، فقد أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم الذي قبل الوعود إسحاق وحيده وهو تحت التجربة، مع أنه قيل له بإسحاق يدعى لك نسل، ولكنه حسب أن يهوه قادر حتى على الإقامة من الأموات، وبالفعل استعاده من الموت على سبيل المجاز. بالإيمان إسحاق بارك مستقبل يعقوب وعيسو، وبالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف بعد موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأياه طفلا جميلا ولم يخاف أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يدعى ابنا لابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب يهوه بدلا من التمتع الوقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح ثروة أعظم من كنوز مصر لأنه كان يتطلع إلى المكافأة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصحى ورش الدم لألا يمسهم الذي أهلك الأبقار. بالإيمان اجتاز الشعب في البحر الأحمر كأنه اليابسة، ولما حاول المصريون غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. بالإيمان لم تهلك رحاب الزانية مع العصاة بعدما استقبلت الجاسوسين بسلام. وماذا يمكن أن أقول أيضا، لأنه يعودني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراك وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان هزموا ممالك، حققوا العدل، نالوا وعودا، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا جبابرة حرب، وردوا جيوشا غريبة، ونساء استرجعن أمواتهن بالقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في إهانة وجلد، ثم في سلاسل أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، محتاجين، متضايقين، مظلومين، ولم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في البراري والجبال والمغاور والكهوف. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الوعد، السبق يهوه فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا ينالوا الكمال بدوننا. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة عظيمة من الشهود محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية التي تتصيدنا بسهولة، ولنركض بتحمل في السباق الممتد أمامنا، متطلعين إلى مؤسس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش يهوه. فتأملوا الذي احتمل من الخطاط مقاومة مثل هذه لكي لا تتعبوا وتنهاروا. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تستخفوا بتأديب يهوه ولا تفقدوا العزيمة حين يوبخك، لأن الذي يحبه يهوه يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. فإن احتملتم التأديب يعاملكم يهوه كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب الذي اشترك فيه الجميع، فأنتم لستم بنينا بل أبناء غير شرعيين. فإن كنا نؤدب من آباء أجسادنا وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون قليلا حسب استحسانهم، وأما هو فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. وكل تأديب في الحاضر لا يرى مصدرا للفرح بل الحزن، ولكنه لاحقا ينتج بسلام ثمر البر في الذين يتلقونه. لذلك شددوا الأيادي المرتخية والركب الضعيفة، ومهدوا لأقدامكم طرقا مستقيمة حتى لا تنحرف أرجل العرج بل تشفى. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد يهوه. انتبهوا ألا يسقط أحدكم من نعمة يهوه حتى لا يتأصل بينكم جذر مرارة فيسبب بلبلة وينجس كثيرين منكم. فلا يكون أحدكم زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي باع بكوريته لأجل أكلة واحدة. فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع، لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مشتعل بالنار
وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات، الذين سمعوها التمسوا عفوا ألا تزاد لهم كلمة، حتى لم يحتملوا ما أمروا به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم. وكان المشهد مخيفا حتى أن موسى قال: أنا مرتعب ومرتعد، بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة يهوى الحي أورشليم السمائية، وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى يهوى ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار نالوا الكمال، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دمه المرشوش الذي يتكلم أفضل من دم هابيل. حذاري أن ترفضوا المتكلم، لأنه إن كان أولئك الذين رفضوا المتكلم على الأرض لم ينجوا، فبالأولى لا ننجو نحن مرتدين عن الذي من السماء، الذي صوته زعزع الأرض حينئذ، وأما الآن فيعد قائلا: إني مرة أخرى سأزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. فقوله مرة أخرى يدل على إزالة الأشياء المتزلزلة لأنها مخلوقة، لكن تبقى التي لا تتزلزل. فبما أننا قد حصلنا على مملكة ثابتة لا تتزلزل، لنكن شاكرين ونخدم يهوى خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. ليثبت الحب الأخوي، ولا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بهذا أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. اذكروا المسجونين وكأنكم مسجونون معهم، والمظلومين كأنكم أعضاء أيضا في الجسد. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، وفراش الزوجية غير نجس. وأما العاهرون والزناة فسيدينهم يهوى. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك. حتى أننا نقول واثقين: يهوى معين لي، فلا أخاف ماذا يصنع بي إنسان. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة يهوى، تأملوا في نهاية سيرتهم واقتدوا بإيمانهم. يسوع المسيح هو أمسا واليوم إلى الأبد، فلا تنخدعوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بنظم الأطعمة التي لم تنفع المتقيدين بها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون خيمة العبادة الأرضية أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل رئيس الكهنة بدمها إلى الأقداس تكفيرا عن الخطية تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدمه تألم خارج الباب، فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب الآتية: فلنقدم به في كل حين ليهوى ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاهنا المعترف باسمه. ولا تغفلوا أيضا عن عمل الخير والشركة، لأنه بذبائح مثل هذه يسر يهوى. أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا متألمين، فهذا غير نافع لكم. صلوا لأجلنا، فنحن مقتنعون أن لنا ضميرا صالحا، راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء، وأرجو بإلحاح أن تطلبوا لكي أرد لكم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات ربنا يسوع، راعي الخراف العظيم بدم العهد الأبدي، ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضيه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين. آمين. وأطلب إليكم أيها الإخوة والأخوات أن تحتملوا كلمة الوعظ، لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم. اعلموا بأن الأخ تيموثاوس قد تم إطلاق سراحه، فإن أتى سريعا سوف أراكم معه. سلموا على جميع مرشديكم وجميع المقدسين. يسلم عليكم الذين من إيطاليا. النعمة مع جميعكم. آمين.